مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مرة أخرى نعود للصندوق الأسود لبعض أحداث الثورة، ومعنا الأستاذ الدكتور دافيد عباسي أفيستا، وهو باحث وكاتب وصحفي ومشارك في الأحداث. في الحلقة الماضية تحدثنا عن رؤيته ونظريته لما جرى، وتطرقنا إلى الأسرة الشاهنشاهية وبعض ملامح ما جرى للشاه، وكيف أنه لم يعثر على بلد يلوذ له من بين الدول التي كان يمثل بالنسبة لها الشرطي في الخليج. كان الشاه يوصف بأنه شرطي الولايات المتحدة في الخليج، لكن الولايات المتحدة وهو مصاب بالسرطان لم تستقبله وذهب بإرادة أو برغبة أو مبادرة فلنقل من الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، ومات في مصر. قبل أن نتحدث عن مصير الشاه وأسرته، هنالك مشهد في أثناء الحرب، أثناء الثورة أو عشية الثورة، حين قامت ملكة الشاه السيدة فرح ديبة الطباطبائي بالمناسبة، وهي يعني منسوبة إلى الطباطبائيين وهم سادة، قامت بزيارة بغداد والتقت بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفي حينها قيل أنه هو الرئيس استجاب لطلبها وأوعز بأن يخرج آية الله الخميني من النجف حين كان هناك، ومن أجل أن لا يكون العراق طرف في الأحداث التي عصفت بإيران، وأن العلاقات الإيرانية العراقية كانت تجري بعد اتفاقية عام 75 الحدودية بشكل ممتاز. هل لديكم معلومات عن طبيعة هذا اللقاء وأنتم تعرفون السيدة فرح بهلوي؟ مرحبا، أهلا بكم الأستاذ سلام مصافي، المشاهدين أهلا وسهلا. إذا سمحتم أول أريد أن أجيبكم من أجل إيران والشاه الإيران شرطة في خليج الفارس والشرطة الأمريكية. لا، هو ما كان شرطة من قبل الأمريكيين في خليج، الشاه كان شرطة إيران، إيران قوي الخامس قوة في المنطقة وفي العالم، نعم، وكان شاه إيران. والشاه إيران سيادة أستاذ سلام مصافر، حتى اليوم الذين يعيشون أمريكيون كانوا يقول نيكسون، كيسينجر، راكفلير، كل هذه الشخصيات كانوا يقول ويقال بأن الشاه كان مشاورا، ما كان أميرا، يعني كان حليفا، حليفا ومشاور، مشاور. الشاه كان يحكي كزعيم بلد كبير وأريق في إيران، فلذلك هو كان عنده علاقة طيبة ما اتحاد جماهير سوفيتي وامريكيين ما كان بده هذا، وبريطانيا ما كان بده هذا، لكن شاه كان يقول في البدايه عندما هو اخذ السلطه، في البدايه كان ضعيف طبعا في البدايه، لكن عندما دخل في السلطه وفي القوه في المنطقه وصار القوه الخامس تقريبا في العالم، هو كان يحكي مع الأمريكيين مع بريطانيين الند للند، ند للند سيادة السلام مصطفى. فلذلك مع السوفيتيك، مع إسرائيل، مع بلاد الأخرى كان لديه علاقات طيبة جدا جدا. هذا أول شيء. أي السؤال أنه الزيارة التي قامت بها السيدة فرح ديبة الطباطبائي أو فرح بهلوي
إلى العراق ولقائها مع الرئيس صدام حسين التي أحدثت انقلابا في تعامل سلوك الحكومة العراقية آنذاك مع السيد المرحوم الخميني الذي اضطر أو اضطر لمغادرة العراق إلى الكويت ومنها إلى باريس. هل لديكم معلومات عن هذا اللقاء؟ ماذا جرى تحديدا؟ طبعا شهبانو سافر إلى بغداد من أجل شيئين. شوفوا صدام حسين، الرئيس صدام حسين يزور آية الله أبو القاسم خوي. آية الله أبو القاسم خوي كان أول زعيم ديني للشيعة في الزمن. طبعا خميني كان يأتي ويأخذ محل، لكن أبو القاسم خوي كان لديه قوة كثيرة وجيدة في داخل إيران. شهبانو زار خوي الرئيس صدام حسين. من رئيس صدام حسين طبعا طلبت أن خميني يحترم إيران و هي لم تطالب بإبعاده من العراق أبدا. حتى الشاه إيران ما طلب هذا، وحتى هو راح إلى الكويت خميني، وأمير الكويت اتصل بالشاه إيران. شاه قال لا خليه، أنا ما بدي ما أطلب لك أن ترفضه إلى الكويت. حتى بريزيدنت واليري جيسكار دستان موجود الآن وقال للصحف، بريزيدنت واليري جيسكار دستان بعد ما أقرباء خميني يزدي قطبزاده قرروا أن يأخذه إلى باريس، واليري جيسكار دستان كي عندهم الفرنسا كان عنده قرض كثير عند الشاه إيران. الشاه إيران كان دفع مليارات دولار لفرنسا لشراء الأسلحة، لا النووية، الطاقة النووية، دوغول، جنرال دوغول يأتي إلى إيران يقول نحن عندنا فكر وفن، لا ما عندنا مصاري. شاه بدفع وإيران شريك أشرب الماء أشرب الماء. نعم. بريزيدنت الرئيس واليري جيسكار دستان إجا إلى إيران مرتين، ومرتين شوف الشاه هون في باريس في سان روبي وطلب مصاري وأعطاه شاه، وشاه إيران كان يدفع تقدم الاقتصادي في فرنسا في سانتكو. يعني هو لم يطلب حتى من الفرنسيين بعدم استقبال، هو قال جيسكار دستان طلب اذا تريد انا، قال لا خليه ياتي الى بلدكم، من عندي ما في اي مشكله. الشاه كان انسان ديمقراطي. نعم حسن. وانسان طيب. فرح بهلوي، فرح ديبه الطباطبائي، التقت بالرئيس الراحل صدام حسين وبالسيد الخوئي وهو أكبر مرجع شيعي آنذاك في العالم طبعا، وهو يعني حوزة النجف الشهيرة. ماذا جرى في هذا اللقاء إذا كان لديكم بعض المعلومات؟ طبعا خوئي أيد الشاه، وخوئي أعطى خرج من يده وأعطى للشحبانو، قال هدية مني للشاه إيران، وأنا أعتقد مع هذا هو سينجح، هذا أخوي قال. وفرح أكثر أن يحكي مع رئيس صدام حسين، كانت تريد أن تحكي مع آية الله خوي لأنه كان رجل الدين كبير، ولكن مع الأسف الدعاية والبرنامج والمنظمة للثورة كان قوي جدا.